مرحبا. زي ما سبق اجينا عند زينب واعطتنا نصائح كثير حلوه واستفدنا منها، اليوم رجعنا اجينا لعندها عشان تحكي لنا شو هي الطريقه المضبوطه لنشيل فيها مكياج العيون. حابين تعرفوا اكثر؟ خليكم معنا. هاي زينب. هاي، كيف حالك اليوم؟ تمام. شو هالبستان الحلو؟ بجنن. اولا كثير حلو، بحب اصور برا دائما عشان رواق وبيعطي هيك انرجي حلوه، وخاصة إنه بنحكي إحنا دايماً عن الطاقة، الطاقة الإيجابية والبرودكتس الناتشرال وان. طبعاً كالعادة طقوس اللي بنعملها مع زينب، حطينا شوية زيت على إيدينا. شو فيه الزيت؟ كان ريحته هذا للفيرمينج تيشوز. أوكي، وهي الطقوس عندي. طقوس صارت. بدك أنت تسويها ولا أنا؟ لا خلص، أنت متعودة أنا أسويها. هيك ما حيجي عليكي؟ لا راح يجي. باي ريحته رائعة، عشان هيك عم نرجع نيجي عندك عشان ريحة الطقوس بس. لا عم بمزح، مش عشان المعلومات. لا طبعا على المعلومات. ومرة الماضية عن جد كتير استفدت أنا، وكتير شغلات يعني حتى لو هي كانت صغيرة بس عم بغيرها بال day to day أو الشغلات اللي كل يوم عمالي بعملها. فشو حضرتي لنا اليوم عن المكياج؟ صح؟ اليوم بدنا نحكي عن المكياج. انا عاده بحب دائما احكي ان ديتيلز ونعمل شغلات انه يكونوا بنستفيد منها بالتفاصيل. بالتفاصيل. ايوه، فانا بحب التفاصيل. اليوم بدنا نحكي احنا عن كيف نقيم الميك اب تبعت العيون بالطريقه الصحيحه. شو الطريقه الغلط عشان أول نعرف شو هو الغلط ونتجنبه؟ شو الطريقة الغلط؟ أول إشي ما ننام بالميك اب، اللي هو 100%. في كتير ناس بناموا مع الماسكارا والآي شادو والميك اب العيون، هذا ما بيصير لأنه بسبب حساسية أول إشي للعيون، وبتخلي إنه الرينكلز يطلعوا تجاعيد العينين. تجاعيد العين يعني بيطلع أسرع. فأول إشي إحنا بدنا نحدد إحنا عنا الميك اب اللي عم نستخدمه هو تقيل ولا هو خفيف. إذا كان الميك اب خفيف يفضل إنه ينقام بالكريم. أوكي، فأنا راح أخذ أورجيك الكريم. كريم مزيل للمكياج، يعني إيش الميك اب الخفيف؟ خلينا نقول الميك اب الخفيف مثلا ماسكارا خفيفة، مش طبقات، من غير آي لاينر. أوكي. حتى مرات بتكون مش حتى آي شادو. إذا حتى آي شادو يكون آي شادو يعني خفيف كتير، هذا إحنا بنسميه الميك اب الخفيف. أوكي، إذا كان الميك اب التقيل بده يكون في آي لاينر، مرات بتحطي الرموش المصطنعة، شادو غامق، بتكوني حطيتي كمان لون على حواجبك. أوكي، هذا اللي هو الميك اب التقيل. أوكي، هلا الميك اب الخفيف يعني احنا زي العادة بنحط شوي من الكريم لأنه مش الكوانتيتي اللي راح يعمل الإفكت، وتفرديها على إيدك. دائما بيكون بالطريقة إنه يكون، بحب إنه يبين إنه بأطراف الأصابع. أوكي، بعد ما تحطي أنت على أطراف الأصابع بتلفيهم على عيونك. بس كيف الطريقة؟ دايما نستخدم هذا الأصبع كتير للعين بس، لحتى لما أنت بتقيمي الميك اب. أوكي، لازم يكون بالطريقة الدائرية، منحاول إنه نسكر العين ومنصير الميك اب من فوق لتحت. أوكي، عشان الماسكارا كمان ينزل، عشان الماسكارا تنزل معاكي. أوكي، لما بدك تقيميها أو بتحطي الكريم بالطريقة لطيفة دايما على العين، يعني يفضل انه لما تاخدي المحرمه انك تشدي بس بالطريقه هيك وتصيري تقيمي من فوق لتحت من فوق لتحت من فوق لتحت، وبعدين تفتحي عينك وبهالطريقه بتصيري تنطفي الماسكارا من تحت لفوق. بهالطريقه انت بتخلي العين نظيفه. اوكي، وطبعا بعدين بنغسل البشره كلها بمي فاتره زي دايما. هلا اذا كان عندنا الميك اب اللي تقيل نعمله بالزيوت، واحنا اليوم بدنا نستخدم اللي هو الافوكادو اويل، ممتاز للعين، لترطيب العين تحت العين. هلا في بيعتمد على نوع البشره،
هلا الافوكادو اويل ممتاز للبشره اللي هي الزيتيه مزيته شوي او فيها رطوبه عاليه بال اوكي فبنستخدم احنا الاويل بطريقه برضه الكوانتيتي مهم كثير انه ما نحط كوانتيتيز كميات كبيره معتدله يعني مثلا انت لما تستخدم زيت بتقدر تشوف قديش كمية الزيت اللي عندي يعني بتصير يعني ربع انت معلقة ربع معلقة معلقة شاي ربع معلقة شاي ممكن بعدين بالأصبع هذا اللي هو بيكون أنعم واحد للبشرة صح ما بيقدر يحط بتصيري تمسكي من عند عظمة العين بتصيري تسحبي هيك بطريقة دائرية وبتسكري عينك أوكي هيك برضو نمنع إذا أخذت كمية كتيرة بتصير يفوت جوا بالعين فبيعمل الحساسية بتصير العين حمراء فإحنا بدنا ما نعمل هذا ننظف العين لكن ما بدنا ندخل فيها أيوة شوية زيت إحنا بدنا ننظف البشرة اللي حواليه العين مش العين جوا فأنت بتنظفي أوكي وبرضو دايما بطريقة دائرية بنساوي ولما بدنا نحكي عن الرموش يعني بتحاولي بالاصبع هذا انه يكون بهالطريقه يعني انه زي يكون نعم بتحطي مسكارا زي لكنك بس بالاصبع صح مزبوط مش هيك؟ صح برافو عليكي بدي اسالك سؤال قبل ما نكمل هلا في ناس او معظم الناس بتحط على شويه قطن او بالميك اب ريموفر الوايبس وبتنظف عينها فيه هل هذا غلط؟ هو مش غلط أه. اوكي بس بنخسر مواد كثيره هيك عشان القطنه عمالها بتمتص الزيت صح. والكريم مزبوط. فافضل ان نحط الكريم اول على العين وبعدين نمسح صح بس بنحطها لايدينا اول فنسة. اوكي دائما يفضل الواحد يحط الكريم على اطراف اصابعه لانه راح تستخدم للعين اوكي الاطراف مش الايد انت ما بتحطي الايد فالكريم بنحط على اطراف الاصابع بتلفيها بهالطريقه وبعدين بطريقه ناعمه كثير بتصيري انك تلفي حواليه العين لحتى انت تشوفي انه طلعت كل الميك اب وبتاخدي المحرمه وبتنظفي العين وانت عينك مسكره اوكي بعدين زي ما قلنا زي لكنك عم بتحطي ماسكارا عشان تقيمي الماسكارا والجهه اللي تحت بس تفتحي عينك من غير ما يدخل المحرمة جوا بالعين وبتغسلي وجهك وبيكون عينك ممتازة ونتذكر كمان معلومة تانية إنه ما نشيت البشرة تبعت العين إحنا بدنا نتذكر إنه الجلد اللي تحت العين بيكون سماكته 2 مليمتر أقل من بقية البشرة أوكي؟ قديش سهل انه نخربه شوفي قديش وقديش بيكون ناعم اوكي فاحنا بدنا نكون بلطف ما منشد السكين ابدا ما منشده اوكي انت بتقدري تقمي الميك اب بطريقه لطيفه ودائما طريقه دائريه حلو واو عم بستوعب كل اللي حكيتيه هلا طيب اوكي برافو هيك نكون شو خلصنا شو رايك النصائح يعني حكينا عن طريقه الطريقه نزيل فيها المكياج بالكريم وطريقه نزيل فيها المكياج بالزيت ولازم الناس يعني انا بتخيل الناس يعني لما بتحكي عن زيت بترددوا بفكروا انه حيزيت وحيزيت الوجه وبيخافوا يطلع لهم حبوب وكذا اذا اجى على الوجه لكن هاي بالمره مش صحيحه وانا كنت من هذول الناس كنت افكر قبل ما احط زيت على وجهي بس فعليا هو افضل من انك تستعملي شغلات فيها كيميكلز صح هلا احنا بنحكي شوي بالجلد فانيسا احنا اكبر عضو موجود بالجسم اللي هو الجلد يعني فيه تقريبا 16 كيلوغرام احنا عم نحكي جلد انت عندك الكبد وعندك الكلى وعندك البنكرياس وعندك الانتستاينز يعني هذول كلهم بيوزنوا بس عضو جواتك صح فالعضو الوحيد اللي بيكون خارجي اللي هو الجلد فمثل ما انت بتاكلي عشان ما تكوني ضعيفه انه ضعيفه هيك ويك يعني
لازم تديري بالك انت على الجلد هذا، اذا ما بيكون عندك اياه تخيلي شو منكون احنا. وضحتي شيء كثير مهم، اهميه الجلد. فهلا يعني موضه كثير، او انا بدي اقول الحمد لله الناس عم بيرجعوا على الاكل المفيد، عم بيرجعوا بيفكروا بالشغلات زي لما كانوا جدودنا عايشين فيه. فلما انت بتحطي الزيت على الجلد اوكي، عم بتحطي شيء مفيد لإلك، بس بدنا نعرف شو انواع الزيت. اذا بتحبي حلقه اخرى نحكي فيها اكثر ونعطيهم معلومات للجمهور. موسوعه نصائح انت عن الجلد. شكرا لوقتك، ابدعتي، شكرا كثير لك. هيك نكون وصلنا لنهايه فقرتنا لليوم، نشوفكم المره الجايه.